عايزه اخد مع حضرتك دلوقتي اجابات الناس على سؤال حلقتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال النهارده متوقعاتك لنتيجه مباراه مصر وبلجيكا. خالد، مساء الورد عليك، انا بشكرك جدا. ان شاء الله المنتخب يؤدي اداء جيد امام بلجيكا، وهتكون مباراه صعبه، وان شاء الله منتخبنا يقدم مستوى رائع يليق باسم مصر. اتوقع الماتش هيخلص بالتعادل السلبي، وكل الدعم والتوفيق لمنتخبنا العظيم زملكاوي. إيمان، صباح الخير يا مها، شكلك كتبتيها من الصبح دي. إيمان، صباح الخير يا إيمان. إن شاء الله نلعب مباراة قوية تليق باسم منتخب مصر، وأتوقع الفوز لمنتخبنا 2-1. كل الدعم لمنتخبنا الوطني. خلود، مؤمن، مساء الخير عليك، أنا بشكرك جدا. إن شاء الله المنتخب يلعب مباراة قوية تليق باسم المنتخب، وإن شاء الله أتوقع تكون مباراة قوية جدا مع المصنف الثاني على العالم، فهتكون مباراة صعبة للمنتخب، وأتوقع نتيجة تعادل 1-1. أنا نونة، مساء الورد عليك، أنا بشكرك جدا يا أنا نونة. إن شاء الله المنتخب يؤدي أداء جيد أمام بلجيكا، وهتكون مباراة صعبة، وإن شاء الله منتخبنا يقدم مستوى رائع يليق باسم مصر، وأتوقع الماتش هيخلص بالتعادل السلبي. كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا العظيم.